اهلا بكم من جديد. هذه الفقره نتحدث فيها مع رجل اختلطت في حياته السياسه بالعلم وبالطب. هو طبعا جراح عظيم رائد جراحه الكلى في مصر وفي الشرق الاوسط، دكتور محمد غنيم. لكن في الفتره الاخيره ما بين الجراحه والعمل الطبي وما بين العمل السياسي، والحقيقه ان هو لم يكن فقط رائدا في الجراحه ولكن رائدا في الجراحه السياسيه، فهو يعني كان قائدا في ثورة 25 يناير وقائدا في ثورة 30 يونيو، والآن يقول كلمته في مجموعة الخمسين أو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وكتابة دستور مصر في المرحلة القادمة. دكتور غنيم أهلا بك. أهلا بك، شكرا يا فندم. أهلا بك. خليني الأول أبدأ بسؤالك، أنت مطمئن ولا قلق؟ والله أنا شايف مطمئن. الاطمئنان ده مرده إيه؟ إن الشعب المصري قام بثورة في 25 يناير وكان لها شعارات معروفة، لم تتحقق هذه الأهداف خلال عامين ونصف تقريبا، وخصوصا في العام الأخير. يعني الشعب شاف إن أهداف ثورة 25 يناير بعيدة عن التحقيق في ظل السياسات وأسلوب الحكم في السنة الأخيرة، ففاض به وقرر بشكل تلقائي بقيادة الشباب. برضو الشباب عندنا عندهم أفكار غير نمطية، مش بتاعت في 25 يناير اشتغلوا بوسائل الاتصال الإلكتروني فيسبوك وآخره. في المرة الثانية قالوا هنعمل حاجة اسمها تمرد، وقعوا على ورق وابتدت حملة تمرد بطيئة، وفجأة يعني نتيجة قرارات سياسية متعاقبة ابتدى يحصل تسارع في عملية التوقيعات، وبعدين حصل تشكيك حتى في الأرقام. لكن لما حصل 30 يونيو الحقيقة لأن تجاوزت أعداد الناس في الشارع عدد الموقعين، فقمنا بثورة تانية. الثورة التانية دي بقى أو موجة ثانية لثورة 25 يناير اللي تحسبيها يعني أضافت إلى قضية الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة فكرتين تانيين أو محورين تانيين. المحور الأول هو رفض الشعب المصري لأسلوب معين في الحكم يتمثل فيما يعرف في الدولة السيوقراطية الدينية اللي لها طابع خاص، كمان مش دينية بشكل عام، لكن لها طابع خاص في إطار الدينية. والحاجة الثانية لما ابتدت المظاهرات وابتدى الموقف السياسي في الغرب وخاصة الولايات المتحدة منوئا او غير مرتاح، ليس في حالة توافق مع الحركة في الشارع المصري، ابتدى كمان حاجة اضافية اللي هي اهمية استقرار القرار استقلال القرار الوطني المسؤول. فدول اضافة بقت دي محصلة الثورة. السنتين ونص او الثلاثه اللي دهين فيه يعني ليس فقط عيش وحريه وعداله اجتماعيه ولكن رفض لدوله دينيه او دوله ثيوقراطيه زي ما حضرتك بتقول، واستقلال القرار استقلاله من التبعيه طبعا من التبعيه بس للقرار الوطني المسؤول. يعني لازم تبقى كده شويه. اتفضلي. هل شايف اننا يعني نحن الان في مرحله انتقاليه اخرى موازية للمرحلة الانتقالية التي كانت بعد ثورة 25 يناير، هل شايف المرحلة دي ازاي؟ ايه كيف يمكن ان ننقذ انفسنا من ان نقع في عثرات وقعنا فيها من قبل؟ ما فيش شك احنا بنتعلم وبنتعلم من اخطائنا، تمام؟ فاول حاجة الخطأ الجسيم الذي اصاب 25 يناير هو انتخابات قبل الدستور. دلوقتي لا، بنقول هنعمل دستور وبعدين انتخابات، فده نقطة مهمة جدا. الدستور ده برضو يعني لازم يعبر عن أهداف اللي أنا قلتها،
يعني لازم يبقى محتوى ان بنقول دولة مدنية، دولة ديمقراطية تعددية فيها تداول سلطة، فيها احزاب لا تقوم على اسس دينية او فاشية او عسكرية، هدفها بناء دولة عصرية حتى تمكن مصر ان تتبوأ مركزها في القرن 21 ويكون في صدارة أهدافها هو إقامة العدالة الاجتماعية اللي هي والتنمية الصناعية والزراعية وخلافه، اهتمام بالتعليم والثقافة، الحريات. وأنا أهم حاجة في الحريات دي هي كما جاءت في بيان الأزهر اللي الناس مضت عليه كله، حرية العقيدة، حرية التعبير، حرية تكوين أحزاب، حرية البحث العلمي، حرية التعبير الفني. كل ده هينشئ دولة عصرية مدنية إن شاء الله تحقق أمال المصريين. ده مش معنى ذلك إن احنا سوف نحقق ذلك في المدى القصير، سوف تقابلنا صعوبات كثيرة، صعوبات قد تكون أمنية حاليا، صعوبات اقتصادية، لكن أنا على ثقة إن الشباب اللي هو قام في 25 يناير وشباب مصر اللي قام تاني في 30 يونيو، ها هذه الأجيال هتبقى مسؤولة عن حماية الفكرة دي، عن حماية التوجه ده. اسمح لي أن أحقق هنا دقائق. أنا معي على الهاتف الأستاذ صلاح عيسى وكيل أول مجلس أعلى للصحافة. أستاذ صلاح مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. لو جاء خبر على بعض المواقع وموجود على اليوم السابع أن المجلس الأعلى قرر اعتبار جميع رؤساء تحرير الصحف القومية منتهية مدتهم، هل هذا صحيح؟ لا، هو القرار يعني النص الدقيق مش قدامي يعني دلوقتي، لكن القرار بيشير إلى أنه مدة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية الحاليين مفروض ان هي انتهت في 3 يوليو 2013 لان مدتهم بتحسب من منذ توليهم عام 2009 هم مدتهم 4 سنين. وكان سبق في قرار من المجلس الثالث اتخذ ان كل التغييرات التي حدثت في رؤساء مجالس الإدارات خلال الفترة دي اعتبرت استكمالا لفترة واحدة، وبالتالي ان مدتهم القانونية تنتهي في يوليو 2013. طيب احنا هنا بنتكلم عن رؤساء مجالس الإدارات ولا رؤساء التحرير يا أستاذ صلاح؟ مجالس الإدارات، رؤساء مجالس الإدارات. طيب فانتهت مدتهم في 3 يوليو 2013 الحالي يعني منذ شهرين، فاحنا القرار اللي اتخذناه هو تقرار استمرار قيامهم بمسؤولياتهم لحين وضع المعايير والإجراءات التي تتخذ، أما للمد ليهم أو لاستبدالهم بغيرهم على ضوء هذه المعايير والإجراءات. وده القرار الذي اتخذه مجلس الأمن. هل في القرار قد ينسحب على رؤساء التحرير أم أن هذا قرار؟ لا، هذا قرار خاص برؤساء مجالس الإدارات فقط، مجالس الإدارات. وبنتكلم على الصحف القومية اللي هي اللي احنا عارفين الأراء، هم 8 مؤسسات قومية ولهم 8 رؤساء مجالس إدارات، دول الذي صدر القرار بشأنهم باستمرارهم في العمل، لأنه طبعا من 3 يوليو انتهت مدتهم، وبالتالي من 3 يوليو حتى الآن ما لهمش غطاء قانوني لممارسة السلطات التي يمارسونها. فالمجلس يعني بيقرر استمرارهم في العمل لحين وضع معايير اما للمد ليهم او لاختيار مدلاء طبقا لهذه المعايير. طب احنا عندنا خبر انه تم تعيين الاستاذ عمر سامي رئيسا لمجلس اداره الاهرام، هل هذا خبر سليم؟ هذا خبر، لا مش رئيسا لمجلس اداره الاهرام، قائم بعمل رئيس مجلس الاداره لانه كان سبب يعني اشكاليات موجوده في مؤسسه والجمعيه العموميه اطاحت بممدوح الولي كانت الجمعيه العموميه ومجلس واعضاء مجلس الاداره يعني اعترضوا على وجود رئيس مجلس الاداره الحالي الزميل الاستاذ ممدوح الولي، وبالتالي كان في ازدواجيه في واختيار الاستاذ عمر
سامي لكي يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة أو مفوض بسلطات رئيس مجلس الإدارة. فإحنا استجابة لهذا الطلب وتصحيحا للأوضاع العملية في المؤسسة ولكي يكون فيها سلطة واحدة قررنا صدر القرار بأنه الأستاذ عمر سامي يتولى سلطات رئيس مجلس الإدارة لحين اتخاذ إجراءات تعيين رئيس مجلس إدارة للأهرام مع بقية الصحف طبقا للجزء الأول القرار الأول. بشكرك أستاذ صلاح عيسى وكيل أول المجلس الأعلى للصحافة أستاذنا الكبير طبعا. دكتور غنيم كنا نتحدث عن التفاؤل، وقبل ما نتكلم على الدستور واللجان النوعية وحركة في لجنة المقاومات الأساسية، كيف ترى مستقبل الإخوان؟ يعني الآن الإخوان لديهم رفض شعبي وهو أهم كثيرا من الرفض السياسي نتيجة التظاهرات بقى والعنف وما إلى ذلك، كيف ترى مستقبل هذا الفصيل في المرحلة القادمة؟ والله بمرور الوقت واستمرار أعمال العنف ده بيقلل من فرص ما يقرب بالمصالحة بالتدريج، يعني بالتدريج. وعلى المنتمين لهذا الفصيل ان هم يقرروا حاجة من الاتنين، يعني يحبوا ان هم يندمجوا في هذا المجتمع، فعليهم حاجة من الاتنين، يا اما إقامة جمعية دعوية تخضع لقواعد وقوانين تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، أو يعملوا حزب سياسي اللي هو ليس تحت غطاء ديني وليس لا يستخدم حزب آخر شعارات غير الحرية والعدالة. أتصور هذا، أقول لحضرتك ليه؟ يعني ناخد التجربة التركية كمثال. يعني منذ حوالي 12 سنة ولا إيه انتخب أربكان وهو كان يمثل التيار السياسي الديني في تلك البلد. بعد فترة وجيزة هو تسرع في إجراءات معينة دعت الجيش التركي اللي هو كان يحمل مدنية الدولة للتدخل، تمام؟ فهذا التيار السياسي الإسلامي في تركيا لم يقوم بالتدمير ولم يقوم بالتخريب وما قالش حمامات دم، لا، عملوا حزب جديد واشتغلوا بالراحة تاني حتى وصلوا إلى السلطة عن طريق أردوغان. لا يعني وأنا كنت أصور أن ده المسار الأفضل لتلك الجماعة، ان هم يقبلوا ان في 30 مليون مصري على الاقل نزلوا الشوارع بيقولوا لا مش كده، يعني مش ده ما يلزمناش كده، الطريقة دي ما تلزمش على كل مستوى التمكين في الوظائف دون الكفاءة، مستوى لم نضع تضع هذه الحكومة تضع اي اسس. احنا ما نتصورش في سنه، ده بيقول لك هو سنه، ما انا فاهم ان هي سنه وان مصر مش هتنهض في سنه، لكن كنت عاوز اشوف بدايه وضع اسس للنهضه، لم توضع اي اسس للنهضه. كل المشاكل المحوريه اللي قابلتها مصر تم علاجها، لم يتم علاجها، سواء الطاقه، المياه، وبال حضرتك المياه كانت كمان معالجة مشروع المياه ده كان مشروع هزلي بشكل هزلي، يعني ها ده كله الرئيس السابق ما كانش بيعتبر نفسه رئيس للمصريين. الوعود اللي قالها في ما يعرف بإعلان اللي اتعمل قبل في انتخابات الإعادة، كل تلك الوعود نسيناها. ضرب الدستور في الحائط بالإعلان الدستوري بتاع نوفمبر أو الاعتداء على القضاء، يعني وبعدين الاحتكاك أو الـ مع القضاء اشتغل، مع المثقفين اشتغل، مع يعني مفيش فئات كثيرة اصطدمت مع هذا النظام، فكانت المحصلة 30 يونيو. لا فادي كده لكن مستقبل الاخوان تعتقد انه يعني ان هذا الشكل ربما الشباب يعيدوا صياغه هذا المستقبل ده عليهم بقى شباب الاخوان ده اذا كانوا هم عاوزين، لم يشاركوا في العنف ولم يشاركوا في التخريب وعاوزين يعني ينخرطوا في العمل السياسي او الدعوي قدامهم سكتين،
الدعوة لها سكة والسياسة لها سكة. اسمح لي نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار ونتكلم عن الدستور، كيف يرى الدكتور غنيم بداية الحوار في تعديلات الدستور، نتكلم على دستور جديد ولا نفس التعديلات القديمة، ايه شكل الدستور الذي سنقابل به المستقبل في الفترة القادمة.